طبعا كانت لحظة وحشة ليه هو، عشان هو خلاص بعد عن الكورة، بس كانت لحظة كويسة ليا ان انا حضرت ماتش اعتزاله وكنت موجود معاه في ارض الملعب، وبعد كده عاصرته بس في التمرين، اتمرنت معاه، هو اللي علمني اساسيات الكورة لغاية ما كبرت وبدأت العب في نوادي. كل ده كان يعني من فضل بابا عليا، كان بيتعامل معايا كمدرب مش عايز يفرق بيني وبين اللعيبة التانيين، يعني زيهم. اتعلمت منه طبعا نفس مركزه، انا بلعب نفس مركزه باك رايت، نفس الرقم برضو بلبس رقم 2، يعني حتى الناس المدربين اللي اتمرنت معاهم بيشبهوني بيه، انت نفس طريقة لعبه ونفس الجارية الاوفر بوش الرجل اللي هو كان بيعمله في البيت. احنا اصحاب يعني، عادي يكلمني انت فين رايح فين، تعالى اقعد معانا في البيت شوية، عشان انا على طول بره البيت مع اصحابي، فاحنا بنتعامل كاصحاب مش كأب وابنه يعني. طبعا احب اقول له شكرا على كل حاجة واقدم مسيرة في النادي الاهلي كبيرة.